بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمون. يسعدني أن أعرض أمام أنظاركم نص التقرير الذي أعدته لجنة القطاعات الاجتماعية إثر مناقشتها المشروع قانون رقم 4903 يقضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 1094 والمتعلق بمزاولة الطب المحال على مجلس النواب من مجلس المستشارين. كما يسعدني أيضا أن أتقدم بالشكر للسيد الوزير الشيخ بيد الله وزير الصحة الذي قدم بيانات مسهبة حول المشروع الذي يهدف إلى أولا السماح بمواصلة رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء ممارسة الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجهوية لهذه الهيئة إلى حين تولي المجالس الجهوية الجديدة لمهامها. ثانياً، تصحيح الأعمال التي قام بها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء طبقاً للمادة 75 منذ 20 نوفمبر 2002 وهو تاريخ انتهاء المدة الانتقالية. وجدير بالذكر أن مهنة الطب عرفت إصلاحات جذرية منذ سنة 1996 عبر القانون رقم 1094 المتعلق بمزاولة الطب، ومن بين هذه الإصلاحات نذكر بالخصوص المرور من نظام الترخيص المسبق من طرف الإدارة إلى نظام تسجيل في جدول الهيئة الوطنية للأطباء. كما خول هذا القانون عدة اختصاصات إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء وإلى رؤساء المجالس الجهوية، والتي لضعف وسائلها المادية والبشرية نص القانون المشار إليه خصوصاً المادة 75 منه على فترة انتقالية مدتها سنتين تخول لرئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء صلاحية ممارسة بعض المهام المنوطة برؤساء المجالس الجهوية، وخصوصاً الصلاحيات المتعلقة بالتقييد في جدول الهيئة. ونظراً لعدم تنظيم انتخابات أعضاء الذين يكونون المجالس الجهوية 14 التي أحدثت وإلى حين تولي المجالس الجديدة لمهامها، جاء هذا القانون لسد هذه الثغرة القانونية. كما يسرني أيضاً أن أشكر السيدات والسادة النواب على مداخلاتهم وملاحظاتهم القيمة حول هذا المشروع، حيث تمت الإشارة بداية فيما يتعلق بمواصلة رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء ممارسة الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس الجهوية لهذه الهيئة إلى حين تولي المجالس الجهوية الجديدة لمهامها، أن القانون رقم 1094 المتعلق بمزاولة الطب رجع مرتين، وأنه وفي كل مرة يطالب بتمديد مدة الرئاسة، حيث تم التساؤل عن الملتمسات التي تأتي بها الحكومة لمجلس وطني أو لمجالس إدارية، وذلك بفترات انتقالية، وبالتالي يتم التمديد الفترات الانتقالية، حيث تتم الإفادة في هذا الإطار بضرورة مراجعة نص المادة 75، سيما وأنه من الواجب معرفة الأمد الذي سيتم فيه إيقاف هذه الفترات الانتقالية المتوالية، وكذا عن الأمد الزمني والذي ستتأسس فيه المجالس الجهوية. كما تم التساؤل عن الطريقة التي سيتم بها هذا الانتخاب هذه المجالس والرؤساء، وكذا عن دمقرطة هذه الهيئات، وذلك لضمان الانخراط في الإصلاح القانوني والديمقراطي وعدم تكريس مجموعة من الأجهزة التي هي خارج الديمقراطية. وتمت الإشارة كذلك إلى أنه إذا كان نص القانون المعروض للمناقشة يهدف لحفظ الحقوق، فإنه كان لابد من استشارة الهيئات المهنية سيما في قوانين تهمها. هذا فيما أشارت بعض التدخلات إلى أن الإشكالية لا ترتبط بنص القانون فقط، وأن المشكل يتعلق بعدم انتخاب الأجهزة الجهوية التي ليست للوزارة مسؤولية مباشرة عليها، حيث أن الأمر يتعلق بجهاز منظم ومسؤول. وبالنسبة لتصحيح الأعمال
التي قام بها رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء طبقا للمادة 75 منذ 20 نوفمبر 2002 أشير إلى أن التصحيح في هذا الجانب يعني إعطاء الصفة الشرعية للأطباء الذين مارسوا منذ سنة 2002. وتساءلت كذلك بعد التدخلات عن ماهية التصحيح وعن المسؤول عنه، حيث أفيد بأن هذا التصحيح لا يدخل ضمن صلاحيات المؤسسة التشريعية، وتم التساؤل في هذا الباب عن كيفية التصحيح خاصة في حالة بعض الأعمال الصادرة عن المجلس خلال هذه المدة والتي قد يكون لها خلل أو ليست في صالح المهنة، موردين المثال بحالة شبيهة بقوانين أخرى كالقانون المتعلق بالضمان الاجتماعي. وفي جواب السيد الوزير على هذه الملاحظات أبرز بأن هذا القانون أحدث باتفاق مع الهيئات المنتخبة السبع، وبأنه جاء في وقت تحتل فيه الصحة مكانة هامة، وأوضح بأن الإصلاح هو مجموعة وسائل من ضمنها التوعية والتحسيس لإمكانية التحول، وأنه لا بد من بعض الانتقادات. وبالنسبة لأعمال الهيئة أفاد بأنها تتعلق بالتقييد في جدول الهيئة وتعليل التقييد ونقله من العام للخاص ونشر التقييد بالجريدة الرسمية والمراقبة ومنح الإذن بفتح العيادات، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك أخطاء فإن تصحيح الأعمال يرجع للقضاء خصوصا إذا ما تمت ملاحظة أي اختلالات. وأكد بأنه خدمة للتكافؤ بين أطباء القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع العسكري تم التخلي عن التمثيلية القديمة خاصة فيما يتعلق بالتأديب، وبالتالي لا يمكن التحكم في المدة الزمنية وهي 4 أشهر والمتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية. وأشار إلى أنه يجب النظر لهذه المشاريع ولو بنواقصها كمنقذة للوضع، وأن المهم هو الإسراع بإخراج المراسيم لتقليص المدة الزمنية. هذا وقد صادقت اللجنة على مشروع قانون رقم 4903 يقضي بتغيير المادة 75 من القانون رقم 1094 المتعلق بمزاولة الطب كما أحيل من مجلس المستشارين بالنتيجة التالية: الموافقون 11، المعارضون 6، الممتنعون 1. أتمنى لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للسيدة المقررة.